من ايام سوني 3 الى الان تقريبا تجاوز فوق ال 15 يمكن لو قلنا واجد مره. من 2015 تقريبا يعني قبل 8 سنين. 3 سنوات. من عمري 6 7 سنوات. اقل شيء 9 سنوات 10 سنوات. 9 سنوات 2015. من زمان من يومي صغيره يمكن 12 سنه كذا. والله يمكن حوالي 6 سنوات 7 سنوات. دفعت حول ال 3000 ريال. 1000 تقريبا سنويا 1000 دولار. يعني لو بقول يمكن قول على ال 1000 وطالع. 1000 1000 وشيء يعني بصراحه صرفت كثير. والله تقريبا ما يقارب ال 2000 ريال كذا تقريبا 500. صراحه إن كاول كلاعبين ما حد كان يشوف مواهبنا قبل زي يعني اليوم، والحين صارت مصدر رزق كبير جدا. اولا ارى انها فرصه مناسبه للاعبين انهم يشتغلون مهاراتهم العاليه يشتغلونها في الناحيه الماديه. صراحه مره حلو ان الناس صاروا يستمتعون وياخذون فلوس على الكراتب يعني. اللاج لا بيعصبني، بيعصب اي جيمر، اي جيمر يعني ذريته الثانيه هي اللاج دي بالضبط. مرات نعصب ونطفي يعني اللعبه، ما اكسر اي شيء قدامي اذا مره اطفي اللي هو سوني وشغله. الجلتشات برستر البي سي بقى مش الراوتر. امتع اشياء باللعبه تختيم الجلتشات اساسا. اوه هذه الجلتشات شيء ثاني عاد، قهر بقوه وخاصه في فيفا. ابلغ عن اللي يسوي جلتش اللاج. والله مرات سب مرات لا حول الله، اتنرفز اللاج. والله مجبورين ان نستحمل. ايه كنا اول نقدم بلاغات ولا نتمصلح مع راعي الجلتش عشان يلفلنا العالي. لا انا منبهر الصراحه ومبسوط جدا بان في حاجه زي كده في الوطن العربي، واول مره اجي هنا صراحه انا الساعه 4 العصر وانا هنا مش عايز امشي وهاجي تاني وتالت. صراحه دائما نفخر في وطننا وفي هذا التنظيم وفي فالكونز، وشكرا لهم دائما وابدا الحمد لله. صراحه ما اقدر اتكلم من الابهار اللي قاعد اشوفه صراحه. والله شيء فخر انه يكون هذا الشيء في الرياض وفي السعوديه. صراحه الشعور مره جميل، وانا مبسوطه ان في اهتمام بالالعاب الالكترونيه. إنجازين الحمد لله، إني تخرجت كطالب بالأكاديمية السعودية الإلكترونية بلعبة فيفا كلاعب محترف والحمد لله، والإنجاز الثاني طال عمرك إني تأهلت للميجر، جبت تقريبا ترتيب مرة كويس 37 على ناحية اللاعبين أفضل لاعبين بالمملكة. إنجازاتي البلاتينيوم كل تقريبا أجزاء ريزيدنت إيفل. دخلت بطولة عربية حققت المركز الخامس. يمكن جبت رانك عالي في لعبة. إنجاز فزت في بطولة في فورتنايت. أوفر واتش وصلت يعني المركز الأول بالجيم. على أيام يوم اللاعبين في لعبة روكت ليج المركز الثالث.